بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، استمع معي إلى هذه الآية المفعمة بالرحمة. رحمة الله لا يحيط بها إنسان ولا يستوعبها عقل، ورحمتي وسعت كل شيء. في هذه الآية يخاطب الله البشر جميعا، المؤمن والملحد والمنافق، يخاطبهم جميعا فيقول: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. سبحان الله، والله كلمات سهلة الحفظ، رائعة، تجعلك تبحر في بحر رحمة الله. انظروا معي إلى هذا البحر أيها الأحبة. تصور لو أن شخصا يملكه، تصور لو أن دولة عظمى تملك هذا البحر، ماذا فعلت؟ لمنعت الناس أن يقتربوا منه، لمنعت هذه الأمواج، لمنعت حتى الهواء. لو أحد من البشر كان يملك الهواء لمنعه عن الناس. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. انظر معي إلى التعبير الرائع، لم يقل قل لو أنتم تملكون رحمة ربي، لا، لأن رحمة الله واسعة جدا، ولكن عبر هنا البيان القرآني بكلمة خزائن. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، يعني رحمة الله عبارة عن خزائن مكنونة، الذي يملك مفاتحها هو الملك عز وجل، لم يعطها لأحد من خلقه، لأنه لو أعطى خزائن رحمته للبشر إذن كما قال تعالى لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. بالفعل هذا كلام الله. أنا أصدق أيها الأحبة أن هذا الكلام هو كلام الملك عز وجل. لماذا؟ انظر معي إلى أصحاب المليارات الذين يملكون حفنة من المال تقدر بالمليارات، حفنة بالنسبة لله لا تساوي شيئا، على الرغم من ذلك تجدهم يلهثون أكثر وراء المال، يفنون أعمارهم في حرمان الناس من المال وتكديس الثروة في جيوبهم. تجد إنسان يمتلك 100 مليار دولار مثلا أو أكثر، شخص واحد، ولا ينفق منها شيئا، بل يبخل ويحرم ملايين الفقراء، وملايين يموتون أمامه جوعا وهو ينظر إليهم. لأمسكتم خشية الإنفاق. تصور لو أن إنسان كهذا يمتلك الهواء الذي نستنشقه، يمتلك الماء الذي نشربه، ماذا سيفعل بالبشر؟ كيف سيكون مصير البشر؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، تمسكونها خوفا من الإنفاق وخوفا من أن تنفذ، وتمسكون هذه الخزائن تخافون عليها، لأن الإنسان قتور بخيل حريص جدا، وكان الإنسان قتورا. لذلك أخي الحبيب، كلما ضاقت بك الدنيا تذكر هذه الآية واحفظها رجاء، وتذكر معها رحمة الله،
وأطلق يديك، أنفق في سبيل الله ولو القليل، ولو يعني لا تملك إلا القليل، أنفق قدر المستطاع. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. صدق الله العظيم.